عليكم بنات، شخباركم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله مازال في مولي بوسلام. اللي بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 لي كومونتير ديالكم، والهضره ديالكم زوينه ولا لا خطيكم. يلا حنا المهم فطرنا قبيله، كنا من النعاس وفطرنا وهضرنا وتعودنا وقررنا وبزاف ديال الحاجات باش غادي نخرجوا ان شاء الله باذن الله. ولكن ما شنو نقول لكم، بقينا كنقولوا شي غيمشي هكا شي غيمشي هكا، شي كيقول لك لا، حيت هنا عندهم في مولي بوسلام عندهم البحوره بزاف، هو بحر واحد وما بحر واحد، ولكن عندهم المرجه، عندهم البيسين الاول والبيسين الثاني والثالثيام بيسين، ويعني كل بلاصه فين كيجلسوا. شي كيقول لك لا حنايا غادي نمشيو للثالثيام بيسين، شي كيقول لك لا حنا غادي نجلسوا في البروميير في الدوزيام بيسين، شي كيقول لك لا غادي نمشي للمرجه. كل واحد شنو كيقول لك، شي كيقول لك لا حنا صافي ما فيناش اللي يخرجوا، بحال انس قال كان ما فيا اللي يخرج. المهم القضية تعكست كاملة، بقينا كنشوفو في تالي. قلت لخالتي، قلت لإيمان حيت حنا كنا غنمشيو للمرجة، فتالي درت لها حيت دابا رضوان راه مشى للمرجة هو وكرا الباراسولات وقاد كلشي وجا وعطى الحوت المول هذا باش يقاد ويصوبو تما، كنا عوالين أصلا باش نتغداو تما برا. المهم القضية تعكست شي شوية، كل واحد شنو كيقول لك لا حنا هكا حنا هكا حنا هكا. سفيان صحابو مشى للثروازيام بيسين، حنان وكوثر وداكشي مشاو غيمشيو للدوزيام بيسين، رضوان ديجا سبق المرجة. المهم القضية كلها تخربقات، حتى لي قلت لها إيمان عرفتي شنو غادي نديرو، بلا ما نمشيو لا المرجة ولا البرومي ولا الدوزيام ولا الثروازيام، خلينا مع خالتي في الدار وبوان فينال، خلينا نتغداو هنايا بكليشي شوية وديك الساعات نخرجوا نمشيو ان شاء الله باذن الله. احبيبه نخرجوا ان شاء الله باذن الله نمشيو لهكذا لشي قهوه ولا هذا الا قدينا صافي. المهم هنا لقيتوني يلاه كنجمع الفويطات وداكشي باش غادي نعطيهم للبنات، حيت راهم به باش هما غادي يهبطوا لهنايا للبحر، وكيخذ لكم شي راه مشى شي راه باقي. عاتي خصني نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا اريج. يا اختي اريج بنيولوك الجديد. وي ايه. المهم انا غادي نمشي لهيه نعطيهم هادشي وفي نفس الوقت غادي نصورها لكم تشوفوا اريج بنيولوك الجديد. كي جاتك اريج بنيولوك الجديد؟ جاتني كي بحال ايكوسان. ما شاء الله عليها. يلا ها نتوما نقلب لكم الكاميرا. زيد زيد عمركم شفتوا اريج مصوبه الشعر؟ اريج مصوبه الشعر. يا الله يا لاله وزاز انتوما. يا اجيتي تشوفكم ميمة، اجي تشوفكم ميمة، اجي خالتي شوفي شوفي خليك لي ايد وشات صوبة الشعر. اجي تشوفكم ميمة، اجي نهزك، اجي كي جاتك مهدي بوغوس وحتى غوغوس. اجي صافي غتخطبها هانتي. يلا سير طلع طلع عند ميمة طلع. اجي اجي يلا زيد. ماما لا خويا حنا ما عندناش اللي كيدور على البنات، راهم خوات هذوك ما كديرناش العداوة والله. واخا انا ارجع انا شعير يكون شعرها خفيف. عمي عرب شوف إيمان شوفي آريج. هاي 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 على زعرونا
الشعر الشعر عندها زعر. طالع لها الدم بغاتني انا. بغيتها انا خرجنا خرجنا البنات باش ناخذوا حليب الاريج، تلاقينا خالتي وسلوى، المهم ما تعرفوهاش، المهم شي وحده من العائله، تلاقيناهم في السوق كيشريو الخبز وداكشي، لقيناهم شراو الحليب الاريج حيت هنا عندهم غير واحد كرواسونس، غير واحد مول بيسري اللي كيبيع كرواسونس هنايا. الروجه هي نعسات، خرجت في لابوسيت صافي نعسات. اللهم لك الحمد يا رب. خالتي دخلت تشوف الباراسول، قالت لك خصها شي باراسول. لمن؟ نمشيو بحالنا حنا غنمشيوها، قال لي لمن حنا غنمشيو، حنا غنمشيو هما ما يضرقوش من الشمس. والله إلا. ألو مبرصولي. أنا هاد لومبرصولي البنات حاجة وحدة اللي كتعجبني فيه هي الريحة ديالو. يا الله. ريحته كتكون زوينة. انا تكلم طلع طلع اريج عافاك طلع ها هو جاي يطلع لا بوسيت مزيونة هذاك جاك في الوينات خضر بيج الوينات ياك حتى اللون مزيان مزيون يلا مزيون شحال تيدير خالتي شنو هو باراسول هذا حسب لي حسب لي بربع الاف وستمية 4600 واحد هادو صحاحين شي هذاك اللي كنهبطو معنا للبحر كيبيع حتى هاد الغطاوات اللي عندنا في الناظور عارف شحال دايرين بشحال سولي بشحال الغطاوات هادو هذا واعر شوف الصنيطلات فنين ديال ميكو مازال ما سولتش هادو دايرين لهم 140 درهم غير البارح فاش خرجنا انا كناخذهم 90 95 90 درهم ولكن هنا يعني مولاي بوسلام غير البارح فاش خرجنا لقيناهم 100 درهم ولقيناهم واحد داير له 110 درهم وكي هذا 140 درهم انا خديت ب 90 شراني كيد كتزيد ناخذها ب 90 درهم انا خديتها ب 90 درهم دابا نوض فينا والله الا نصليوها ونديروا اللي بغينا والله الا قتلتني البارح بالضحك قالت لي قالت لي دابا حنا بنات جينا للمعرض البارح كنا كنهضروا بالليل وبقينا كنشطحوا ونغنيو وندردقوا وفتالي قلنا وصافي ورجع لا وداك الشيء جات مسخوطه واحد السيده دارت لنا شوفوا بعد العشاء يفعل ما تشاء قلت لها هي عندك الحق قلت لها اول مره كنسمع هذا المثل في حياتي تصلينا شوف ها هي حدايا عاد فكرتيها شو تبارك الله شحال ديال النحل على ناخور التمار ها هو ده اللي خالتي جابت لنا عند واحد في المعرض كيدير 90 درهم المنطات هي هاد حتى هادي زوينة حتى هادي قوية نتي لا كولور ديالها فنة حمقاتني عجبتني ناخذ وحيدة هادي وهادو اللي عجبوني الدولار
هذيك ولا هادي لا بحالها خدي انت نقدا وانا نحط لا داك اللي فيه الزرق والاحمر هو داك الشيء لا هادو ب 100 درهم هادو رحنا راجعين بحالاتنا صافي تقضينا شينا تا كورني ديال 3 دراهم يا اختي كورني ديال 3 دراهم تسكرنا طفوله عرفتي شحال ديما كيتسال الناس هاد كورني راه دابا منين جيت لمولاي بوزلام وانا كناكل كورنيات هادو حيت ما عندهمش ديال 6 دراهم عندهم غير هادو ديال 3 دراهم وعندهم غير ديال الفريز والفاني وهذا دابا اللي مشيت لعندو عنده غير ديال الفريز ما عندوش حتى الفاني المهم كاملين خدينا هذا كورني والله الا واعر اش منتي طوش من هذا واعر لينا ايمان بوحيتها هنايا في الكوزينه وحنايا هربنا عليها المهم هنايا ديجا راها جابت معاها هي الدواره ياك ايمان هذه دوارتك ديال العيد يا شتي ما دازتلهاش بلا ما تجمع مع مالين الدار وهنايا عاوتاني شو سميتها الجلبانه ها انتم مثلا ديال فاس وجدات هي هادشي وعاد طلعتو معاه شتي ايوا رضوان اش خبارك شكون بوبوطا كتفرج فيا من المتتبعين بصح هو يهضر فيا كيعلق كينتقدني كيعلق غير في المو ماشي بالكتابه يا خويا قال لك انا ما تفرجتش في الفيديو ديالك لا قلت نو قلت ما تقولش قلت تكون ضافيه تماما قلت له كل دقيقه بدرهم انا دابا انت تفرج فيا كل دقيقه نعطيك انا درهم عنك ما تفرجت لا انت ولا اللي كتعرفوا قولها له انت السحماوي انت السحماوي السحماوي مسكين ما قال والو هاني اللي خصني نجي عند اسماء شانين نصور معاها ندير الاولاد الدوار هكا ديري ما تدير الدوار هكا الله يعطيك الصحه شوف منين غادي نولي ندير لك فيديو فيه ثلاثه ديال الدقائق من داك الساعه تنخلصك ها هو السحماوي صاحب رضوان مرحبا بك السلام عليكم وراه كيشري لي السلك معاك قول لنا ديال الدوار انا كان ندير باي باي عمر وادريس ايوا تحيه ليهم علاش ما جاوش ايوا الخدمه ايوا مرحبا بهم ايوا الشي رضوان دابا بغيتي غير تحشم صاحبك لا راه هادي من شحال هادي هو تيقول لي الله يعطيك الصحه على غبلي اسماء باش نبان لك القناه ديالك يا خويا كي كيحشمو حرام عليك حشومه تنحيكم لا فامي ديال موسيقو باحو السي باحو راني تنبغي لك التحيه واش شحال هذه ما بنتي شايف في الفيسبوك ياك لاباس واش مريض صافيه لكم صافيه لكم كنتي مره تصيفط لنا التصويرات ديال ايام الشباب واش دابا ما بقيت والو ياك لاباس كي دايره لاله مليكه من هذا المنبر تنقول لكم تحيه خاصه وبسلامتهم علينا ياك معليش امين يا ربي امين الله يخطيك شكرا رضوان المتبعين ديالك حتى هما تنحييهم من هذا المنبر تنقول مرحبا بكم مولاي بوسلام وناس اسفي وناس عرب مع المطرب عرب جبار من احسن المطربين دابا كيهضر على حمويه عاود واه تبارك الله هضر على امي وبا مشى لحمويه يعطيك السر لا سمحتي بغينا يدير لنا واحد المقيطه ديال اكراه الله يعطيك السر انا مزاود ندير ما بغاش الله يعطيك الصحة ولدو ما بغاش لا اكراه هو تاديها هي وتالبلاتي تالبلاتي تالبلاتي الى كتابت ما كيكره حد مسكين المهم انت اسكت ما تهضرش انت اسكت خلي باك يهضر انت هادي صوبتها ايمان هادي جابتها ايمان من فاس هادي صوبتها خالتي وهذا الزيتون مشري هادي والله الا جبتها هي انا هاد القرعه شراها انس هادي بنتي وهادي روروجه ياك هذا ولدي اييه انس دار اللحيه انس داير اللحيه بابا نور خلى وجهو يرتاح في هاد الوتره اللي ما كايناش الخدمه هاودا بنتي اريش دايره الكوتشوبار اييه اريش دايره الكوتشوبار اري ايمان اري ها
صافي ديتي له ها دوان سيرفي الدواره هذه الدواره ديال ايمان قلتها له هذه الدواره ديال ايمان هذه الدواره ديال رضوان لا مع الساك الدواره ديال رضوان هذه الدواره ديال ايمان هذه الدواره ديال رضوان انت اللي شريتي الحولي لا لا ماشي دوارتي دوارتها هي بصحتكم وراحتكم تنتم غديوتكم عرفتي وداك ريحه ريحه الحامض فوق منه يا سلام تركبي في بوني وحنا بغينا نقصو في قهيوه قبل ما تسد ما عرفوش فيها الالعاب ولا ما فيهاش شنو صور حنان اللي جابتنا حنان اللي جابتنا لا هي حنان هكا باغي تصدر انا انا خلص الطيه ما كيديوهاش عليا انا باغي صيفطني بوحدي باغي خلص الخويا ماما حبيبة نيتلا واخ واخ واخا واخا مام لا لا اريج بغات اريج كوكو حبوباتي المهم خرجنا قبيله شي شويه ضربنا واحد الدويره ومشينا جلسنا في القهيوه ودابا عاوتاني في نفس الوقت ما عندهم هما غير هاد البلاصه هادي اللي معروفه كيديروا فيها المعارض ولافوار وداك الشيء صافي جينا لها عاوتاني باش نضرو فيها واحد شويه هنا في كيكون المعرض ديجا راني صورت لكم وعاودت دابا راه مابقى والو ويطيح الظلام هذه راه تسعد كل خمسه ديال الدقائق عرفتي ملينا كان تقاتلوا مع الوقت انا صح كاين حموص كلكل بغيت حموص كلكل والله الا لقى لي جوج دراهم والله الا لقاه لي بقى لي شحال غادي نفوت جوج دراهم شوف شكون بغى حموص كلكل المهم غادي ندوز ناكل الحمص كلكم بعد نتلاقى او يا سلام شهيتكم فيه يا البنات بنين مذاق ديال الكمون والحرور يا سلام يا سلام يلا واحد البنات دخلنا من الزنقه المهم دابا راه الليل يلا دخلنا شي شويه المهم شي صغير بالثلاثه ديال الفسقشه بيتي ها هي ديالي دستها دابا راني في الكوزينه حيت جيت كنهز القاعه ديال الماء قلت لكم يلا صافي لبست عليا قشابيتي ودرت عليا هذا حيت غادي نخرجوا نجلسوا شويه في لاطيراس داكشي علاش كيكون في الليل كيكون الجو بارد 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 ايوا صافي المهم الغزالات ديالي نشطنا وضحكنا وجمعنا وبدلنا عاوتاني داك الجلسه ديال الدار كنا صراحه نجلسوا في لاطيراس حتى قلنا نخرجوا نجلسوا شويه عاوتاني في القهوه صافي هذا ما كان
غادي نمشيو كيقول لك نجلسوا شويه في لاطيراس. صراحه ما فينا ياكل لا حتى حاجه زعما ما فينا لا ليت عشا لا والو. كنظن سمعتوا ما غيديروا شي سيكوك ما سيكوك راه كاين ديجا واجد يعني غياكلوا هو والديسير وصافي. ايوا المهم الغزاله نتوما خليكم معايا. يا اختي نشد الباب ديال الكوزينه ونمشي. ها نتوما رضوان صحتك سيكوك كي جاك سيكوك بصحة وراحة. وهذا كرموس كرموس من عند الشجرة ديال السحماوي هذا بيو هذا كرموس بيو ياك خصني نذوقو ذوقي ممتاز يعني طبيعي ما فيه لا لا دواء لا والو لا والو بيو. وهذا سيكوك صوبة تمرة السحماوي بيديها هادي الدار والبينة البناء عاوتاني حتى هو بالعروبية ممتاز. جبتو معاكم إذا إيوا بالصحة والراحة. وتنبغي نقول لكم تنبغي مرة أخرى نشكركم نشكرك أسماء على العرض اللي عرضتي علينا وكبرتي بينا وصراحة بصحة وراحة خويا ما درت والو غير قهيوة ما نفديوكم في الخير إن شاء الله بصحتكم عاد راه ما جيتو معطلين اخويا نتمنوا لكم عاد الجمعه نتمنوا لكم ان شاء الله شي 150 مليون مشاهد يا ربي امين تمي رقم قيار امين نكونوا حنا هما السبب ديال المشاهد امين عندي واحد الاغنيه ديال حلفت عليك راه غادي ندير لك التصوير ديال حلفت عليك انت اغانيك ما كاين غير انتقام حلفت عليك اغنيه شعبيه هذا ما ماتش شعبي دابا ماشي راي غيكونوا معايا الشيخات وغيكون ان شاء الله تسجل في الفيرما فوقاش ان شاء الله الى تعرفتوا السيمانه الاولى شهر 9 انا تنقول شهر 8 ولكن ربما الى كان في روطار يكون شهر 9 وشتي لو كان كنتي قريب وكان راه حضرت معك وسجلت معك الكواليس وغادي شنو ان شاء الله ملي نبغي نصور غنعلم ان شاء الله الى كتب الله واجي وغادي نديروا داك الشيء ان شاء الله يكون مستوى ان شاء الله. عاده نقول لكم غيكون هذا خبر حصري على قناه اسماء شانيل اسماء شانيل بان حلفت عليك تكون اغنيه شعبيه بنمط شعبي 100% ومعايا شيخات لاول مره يكونوا معايا شيخات بمستوى عالي ان شاء الله. دابا السحماوي عند بالو راه ما كيبانش هو راه كيبان في داك المرايه راه ديال السرجم قالت كياكل سيكوك راه عين الناس ديال الدوار قال لهم عينوني راني غادي نبان غادي نبان راه غنبان في القناه وشكرا يلا البنات جيت دابا للدار. عايش نعسات لي مروه زينب انس المهم كلشي اغلبيه كلشي نعس بقينا قصارين حتى شي 3 ل 4 هذه دابا تقريبا 3 ل 4 وعريج نعسات لي قبيله مع شي 11 دابا انا يلا غنبغي نمشي نعس وهي غادي تحل عينيها لان ولات كتنوض لي في الصباح بكري مابقاتش كتبغي تصبح لي ناعسه سورتو عندهم ماما هنايا الدار على الشارع وكيبقاو يدوزو الطوموبيلات وهذا كيدوز شي حد هنايا كيعيط ها بنيه ها هادي هادي وراه شنقولكم والطريق هي هذيك عندهم انفاس ديال البحر ديجا دابا عرفتي المواشكي كيتسمعوا ايوا هادي الطريق ديال يعني الدروج اللي كيهبطوا منهم من البحر وكيكونوا الناس صافي بداو يهبطوا بداو الحركه بقات كات هذا يعني صافي ماكسيموم الى هذا 8 ونص 9 كتحل عينيها وما كترجعش تنعس ولكن ملي كدير داك الصبح ولا هذا ضروري كتحل عيناتها غير باش تاخذ بيبون ديالها وعاد ترجع تنعس. المهم هادو البنات هما اللي كنت خديتهم من المعرض هادي هادي البنات خديتها عجبتني الصراحه واخا حنايا عندنا هادو في الناظور وعندنا يعني حتى حنايا باثمنه جد مناسبه 100 درهم 90 درهم 95 درهم على حسب كل مره وبشحال كتلقايها باش كتديها ولكن علاش زعما قلت غادي ناخذها من هنايا حيت عجبتني عجبوني لا كولور اللي فيها في واحد لا كولور يعني هكا باردين ومهم زيونين داخل فيها هكذا بحال الى الكري ومع هذيك المارون مارون كلير شويه فرونسي مهم عجبتني الصراحه وقلت هكا ناخذها المهم صراحه مزيونه هادو راهم رطيطبين وهادو باش كيعجبوك صبن ورد صبن ورد صبن ورد وهادو ديجا انا يعني شارياهم ومصبناهم ومستعملاهم ومصبناهم ومستعملاهم يعني مدوزين عندي زعما الحرب العالميه ولكن ما عمرهم ما كشفوا
ما طيشروا ولا تجمعوا ولا خفافوا ولا حتى شي حاجه، باقيين كيف ما شريتهم. داكشي علاش مره دابا كان كتشوفوني هكا كناخذ منهم وحده، سواء هكا الجومي كيكون معتدل اولا هكا كتديريها بحشكل ديال شي كوات فوق الناموسيه، اولا شي حجه عندك مثلا وغير غيجلس معك شي شويه وكتكون هي ماده البرد كتعطيه له يديرها هكا فوق رجيلاتو ولا سوا حنايا. المهم صراحه مزيونين بزاف، وانا هاد الكولور كي قلت لكم عجبني. هادي كي قلت لكم بعدا الثمن ديالهم 90 درهم، ما بين 90 درهم حتى ل 100 درهم. هذا اللي كتاخذوا من عنده خالتي كتاخذ من عنده ب 90 درهم. وهادو هذا راني ما عرفوش شكون وريته لكم او لا، حليته باش تشوفوه. هذا البنات ليزر ومع الخديديات ديالو كيجي بحال هاد الشكل، هذا مزيون الصراحه مع الخديديات ديالو. عجبوني حتى هما لي كولور اللي فيهم، جايين باردين ومزيونين. هادو الثمن ديالهم كيديروا 100 درهم باش حسبهم لي، حيت كبير في 2.40 متر يعني كبير. وانا دابا تنمشي للدار ونجربو عاد نشوف بالضبط شحال فيه. هو قال 2.40 متر، الله اعلم، قال لي 2.40 على 2.20 متر، يعني غتجيني في الناموسيه ديالي حيت انا الناموسيه عندي كبيره. ولكن يعني الصراحه بالنسبه ل واش بصح ولا لا الله اعلم. المهم انا تقص بيه وراني خديتهم، وحتى هذا ديالهم ديال القطن ومزيونين، ديال الخيط ماشي قطن، ديال الخيط وكيعاودوا عليهم زوينين. حتى خالتي قالت لي راهم مزيونين زعما شكراتهم. ايوا صافي هادشي البنات اللي خديت انا. خالتي حتى هي خدات نفس الغطا بحالي، وخدات وحده اخرى عاوتاني حتى هي راه كنت شاركتها معاكم، جايه في البلو سيال وفيها شويه ديال البيج، حتى هي زوينه بزاف عجبتني. ايوا المهم شنو اخر خدات، والله ما عرف شي حاجه خداتها الله اعلم شنو هي. المهم انا دابا وريتكم هادشي حيت عندي هنايا في الدار، داكشي علاش، وهي راه داكشي للدار الفوق. المهم غزالات ديالي هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديالي يمتنا الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف للتتبع ديالكم، ما تنساونيش من لايكاتكم كتشجيع عليا. وغنقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي، كتب الله. يلا حبوباتي تصبحوا على خير.